All I got is so bad, broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، في مقطعنا لليوم راح يكون ايش راح يصير لو حاولنا اننا نقتل دوتش في المهمة الاخيرة للعبة Red Dead Redemption 2. فتعالوا سويا نخش في المقطع. طبعا زي ما تعرفون في المهمة الأخيرة للعبة Red Dead Redemption 2 فيها جون مورستن وتشارلز سميث وسيدي أدلر يحاولون إنهم يقتلون مايكا بيل الحنش في جبال الماونت هيجن. طبعا مايكا راح يكون مستعد بشكل كبير جدا في جبال الماونت هيجن، وراح يكون مستعد بعدد كبير جدا من أفراد العصابة. طبعا جون مورستن راح يتخلص منهم بشكل كامل وراح يوصل لمكان مايكا بيل تحديدا، وراح يدور حوار شيق بين مايكا وجون مورستن. فتعالوا سويا نشوف هذا الحوار. مايكا، if you're here, come out. Hello, Scarface. Did you miss me? Not much. Been a few years. How's that whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. But I felt different. So it seems. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. And the boy. Whatever you say. طبعا زي ما شفتوا راح يصير قتال بينك وبين مايكا بيل، وراح يستمر لفترة معينة إلين ما تيجي سيدي أدلر وتنقذك. طبعا دوتش في هذه الفترة راح يسجل دخول ناري. Come on now, Micah. At least die like a man. Hellfire. It's just like old times. Come on. You turn around and start walking. You got me. Just like old times. All manner of folk paying social calls. Hello, son. Mrs. Adler, been quite a while. Now, John. Now, what were you saying? What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You? You just cared for yourself. I think differently. Join us. Join us, John. Let her go. She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This
is a new century. Dutch. Dutch. We all did our best for you. Ain't our fault. Things turned out the way they did. Dutch, killing me won't solve nothing. Put down your gun, Marston. Say something, Dutch. Say something. I ain't got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. Thank you. زي ما شفتوا هذه هي النهاية الطبيعية، لكن حنا رح نسوي تجارب مختلفة ورح نحاول نقتل دوتش. أول تجربة إننا نطلق طلقة تحذيرية بجانب دوتش، وهذا اللي رح يصير. زي ما شفتوا دوتش كان مستعد، أعطانا طلقة دمرتنا تدمير شامل. في كل الأوضاع دوتش مستعد. دوتش always have a plan. التجربة الثانية إننا نطلق على مايكا بيل قبل الموعد المحدد، وهذا اللي راح يصير. دوتش and I are... زي ما شفتوا بمجرد ما طلقنا مايكا بيل الحنش، على طول على طول دوتش أطلق علينا طلقة وجون مورستن توفى ومات. يعني لو حاولت إنك تقتل مايكا قبل الموعد المحدد، دوتش فاندرليندز رح يطلق عليك طلقة لهبية. التجربة الثالثة إننا نطلق بالرصاص حرفيا على دوتش، وهذا اللي رح يصير. زي ما شفتوا فعلا وحقيقة قدرنا نصيب دوتش بالرصاص في بطنه، لكن في الجهة المقابلة على طول مايكا بيل أطلق علينا وقتلنا. يعني مهما حاولت إنك تقتل دوتش، ويعني حتى إذا نجحت في إنك تصيبه، على طول مايكا بيل رح يقتلك، وهذا شيء نوعا ما يقهر. طيب خلونا نجي للتجربة الرابعة، وصراحة التجربة الرابعة هي أفضل تجربة بالنسبة لي، وهي إيش راح يصير لو ما طلقنا على مايكا بيل لما تتيح لنا الفرصة المناسبة. تعالوا نشوف سويا. You shot me. You shot me pretty good. زي ما شفتوا مايكا بيل الحنش طلق على الاثنين، قتل جون مورستن وايضا قتل دوتش فاندرليند في نفس الوقت. وهذه اللقطة تدلنا على قوة مايكا بيل. صح اننا نكره مايكا بيل، لكن لازم نعترف انه واحد من اقوى الشخصيات في سلسلة ريد ديد ريدمشن. يعني فوق ما انه مصاب برصاصة، لكنه كان قادر على انه يقتل اسطورتين واثنين من اقوى الشخصيات في اللعبة، دمرهم تدمير شامل في عدة ثواني. صراحة مايكا بيل في هذه اللقطة كان جدا جدا فخم. ومن هنا أيضا وصلنا لنهاية مقطعنا. شاركونا في خانة التعليقات آراءكم، إيش أفضل لقطة من الأربع لقطات عجبتكم؟ بالنسبة لي أنا صراحة التجربة الرابعة.
طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم داتش ويعطيكم طلقة يدمركم تدمير شامل. يلا سلام عليكم.